كنا مدري شلون وصرنا مدري كيف وإذا عملنا مصير. يعني أنا فهمت من كلامك إنه نحن لازمنا تغيير. قصدك لازم نتطور. ليش شو الفرق؟ فرق كتير كبير. لما نقول تغيير يعني شيء إلك إلي، أما لما نحكي عن بلد خلق من آلاف السنين وفي حضارة بتكفي الكون، لازم نقول تطوير، ولازم نعمل دراسة للمشاكل ونشخص أخطائنا ونعمل لها دراسة. معلش ما تأخذني يعني دكتور، أنت كأنه بتعقد الأمور شوية. يعني هلا نحن بهالحالة هاي ناقصنا لسه كمان تشخيص ودراسة. طبعا نحن بحاجة مو بس للتشخيص، لازم نشخص مشاكلنا بكل دقة. يعني مثلا لما تحس في وجع بمعدتك، كل شي بتعرفه انه معدتك عم تجعك، بس ما بتعرف من وين الوجع. ممكن يكون من القرحة، مرارة، زايدة، تشنج كولون، او حتى تخبيص بالاكل. وبهيك حالة شو بتساوي؟ بروح عند الدكتور بيفحصني بيعطيني دواء مشان صح. تماما، حتى الدكتور اذا ما فحصك ما حيعرف سبب وجعك. ممكن إذا ما عرف السبب حيتحول لوجع أكبر وممكن يسبب ضرر بمكان تاني ومشاكل تانية لا سمح الله، والإهمال ممكن يوصلك للنهاية. دكتور التشخيص وفهمناه، هلا الدراسة مشان إيش؟ لا يعرف شو الدواء اللي لازم يعطيك يا، لأنه في فوضى عقول وفوضى حواس وفوضى أفعال. هلا شو جاب سيرة الفوضى؟ هلا أنا عم بحكي عن جد. تخيل بدماغك في فوضى ودماغك عطى أمر لرجلك اليمين تمشي لقدام ولرجلك اليسار تمشي لورا، شو بيصير؟ شلون يعني بنفس الوقت؟ إيه بيقع الواحد فوضى، أو ممكن ما يمشي ولا خطوة. أكيد المعنى لازم ما يكون في أي فوضى، تماما مثل عم بيصير معنا، مو فوضى. شي بيخلينا يا نوقع يا ننضر، وبأحسن الأحوال ما حنتقدم ولا خطوة. فهمت علي؟ تعرف دكتور انت ما طلعت عم تعقد الأمور، انت طلعت عم تدقق بأدق التفاصيل. يعني بتذكرني بالنظارات. عرفت ليش لازم نعرف شو مشاكلنا ونفكر نحلها؟ كل هذا حتى نعرف نحن شو. نحن شو.